لندن الآن محمد الحسن الرضا السنوسي ولي العهد الليبي في المنفى. سيد السنوسي، توجهتم بنداء إلى دول الأعضاء في مجلس الأمن بالموافقة على مشروع القرار بفرض حظر للطيران على ليبيا. اشرح لنا لماذا تعتبرون بأن هذا هو المخرج من ما تواجهه ليبيا حاليا؟ مرحبا. الحقيقة هناك ناس تموت كل يوم، والهدف من فرض حصار جوي على ليبيا للمحافظة على أرواح الليبيين والمحافظة على أرواح الأطفال والأبرياء. نعم، يعني بالتأكيد بسبب موقعك كأيضا ولي العهد الليبي في المنفى، وأنت مقيم في لندن منذ سنوات عديدة، أنت على دراية بالاعتراضات سواء من داخل ليبيا بعض الأصوات أو من خارج ليبيا المجتمع الدولي على التداعيات أو سلبيات مثل هذا القرار. يعني بماذا ترد على هذه الاعتراضات؟ أنا مواطن ليبي أحزن لما يحدث لوطني ولأبناء شعبي، وواجبي الوطني يحتم علي أن أفعل وأقوم بأشياء تحافظ على أرواح الأبرياء. يعني أنت لا تجد غضاضة في قرار كهذا، انتهاك لسيادة دولة مثلا، خوف على حياة مدنيين داخل ليبيا؟ هذه هي الاعتراضات التي يذكرها عادة خصوم هذا القرار. مرة أخرى سيدتي، هناك ناس يذبحون الآن وأنا أتحدث إليك. من واجب أي إنسان يشاهد هذه المذابح المريعة أن يقف مع الشعب الليبي ويعمل المستحيل من أجل وقف هذه المذابح. نعم، هل حدثت بينكم وبين أي من المسؤولين البريطانيين، وهم طبعا من بين الذين حضروا مسودة هذا القرار الذي سيناقش اليوم، هل حدث بينكم وبينهم تنسيق أو محادثات؟ أنا هنا بالمناسبة أود أن أشكر رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون، وأيضا الرئيس ساركوزي، وأيضا الرئيس اللبناني على موقفهم ووقوفهم بجانب الشعب الليبي. نحن نحاول قدر الإمكان إيصال صوتنا لكل المجتمع الدولي من أجل وقف هذه المذابح عن طريق فرض حصار جوي وبحري. ولكن هل حدث لقاء بينكم وبين أي من المسؤولين البريطانيين؟ لم يحدث لقاء، ولكننا نرسل ما يدور داخل ليبيا لكل من لهم القرار في العالم. شكرا جزيلا لمحمد الحسن الرضا السنوسي ولي العهد الليبي في المنفى.